أول حاجة student في GUC بالتالت سنة بدرس Applied Arts. كان عندي كورس اسمه Illustration Course، إني أعمل حاجة عن التوبيك بتاعتي، كان إني أعمل حاجة عن مصر. واللي خلاني أجيب الفكرة إن أنا أعمل حاجة إيجابية، إن أنا كنت شايفة معظم الناس اللي حواليا بتعمل حاجة سلبية وحاجة بتنقد وكده، فقلت ليه ما ابتديش أعمل حاجة تخلينا نشوف الحاجة بطريقة أحسن. واللي جابت لي الفكرة هي إن كنت ماشية مرة في الشارع وشفت مقطورة كبيرة بتطلع دخان أسود، فبصيت كده قلت هي حاجة وحشة قوي، بس ليه اللي هو ما نبتديش نشوفها بحاجة كويسة، حتى لو هي برضو حاجة وحشة أو حاجة خيالية مش هنقدر نتخيل إن هي ممكن تكون حاجة كويسة. ومن هنا جات فكرة إني أعمل اللي هي الليز، إن صور عليها رسومات تخلينا نشوف الحاجة بطريقة كويسة. كنا المفروض إن احنا بنختار اسم، وعلى أساس الاسم ده بنعمل الفكرة، فكان الاسم بتاعي بيوتي اون توب، فقعدت افكر ازاي هي ريليتد بالفكره اللي انا عايزه اعملها، فهي فعلا طلعت يعني اسم على مسمى بيوتي اون توب، يعني حاجه حلوه اون توب. السوشيال ميديا كانت ليها يعني تاثير كبير قوي، لما نزلته على الفيسبوك اتخضيت من رد فعل الناس وفيوز كتير قوي، وناس عايزه تشتري الكتاب وناس من بره، واللي هو انتوا اصلا مش فاهمين الكلام المكتوب اللي هو انا كاتبه على كل صفحه بالعربي، اللي هو عجبتهم الفكره حتى وهم اصلا ما عندهم مش مصريين او مش عايشين الحاجات الصور اللي احنا عايشينها. لما لقيت الناس فعلا عاجبها قلت لا، انا مش عايزه ابتدي اني بس اعمل كوبيز وابيع، ولا انا فعلا عايزه يكون حاجه فعلا تتنشر وتنزل معرض الكتاب. الصعوبات اللي واجهتني ان انا كنت بدور على نوع ورق معين بلون معين، وده ما كانش موجود قوي ساعتها، فنزلت سوق الورق وقعدت ادور وكده، والورق الشفاف ده كمان الطباعه عليه ما كانتش سهله خالص، فدي اكتر حاجه واجهت معايا صعوبه. يعني الصور كلها مش بتاعتي، عشان طبعا ما كانش الوقت اصلا، كان انا عملت ده في اسبوع نفذته في اسبوع عشان كان الوقت مزنوق قوي، ففي بعض الصور هي اللي صورتها، وطبعا كنت بواجه صعوبات وكلام وناس بقى مش عايزه اصورها وكده، بس يعني بتعدي صراحة. ما فيش حد ساعدني يعني فعلا، يعني هي الفكرة اصلا الدكتور بتاعي ما كانش موافق على الفكرة، واللي هو ما كانش مقتنع بيها وكده، بس عملتها برضو عشان كانت عجباني، وفي الاخر عجبته جدا وجبت جريد كويسة يعني، فالحمد لله. الخطوة الجاية اني كده كده عايزة ان شاء الله ابتدي فكرة جديدة بتبقى بنفس الفكرة، ان هي بجد توصل للناس، وفعلا يعني الكومنتس بتاعت الناس فعلا حسيت ان هي اتبسطت، اللي هو ناس اللي هو فعلا انتي اللي هو اتبسطنا، والكتاب كده عمل بهجه، واللي هو اتبسطت قوي ان دي فعلا حاجه وصلت لهم. ونفسي يعني في ناس كتير قوي عايزاه من بره، فنفسي فعلا اعرف اقدر اوصله لكل الناس، ما يبقاش بس في مصر، واعمل بقى بروجكتس تانيه كده تبقى كويسه ان شاء الله.